السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أم لوجاي. اليوم إن شاء الله بحول الله غادي نحضر معكم واحد الخبيزات معمرين ساهلين ماهلين. خبز عادي يعني إنسان ما يصيب ما يدير أو حفاتلو بأن ما عنده زعما ما عنده يعني حتى شي حاجة يعني في دماغه شنو غيطيب ولا شنو غيحضر. يعني كتعجن داك العجينه ديال الخبز عاديه وكتعمروا بهاد الحشوه هذه. انا غادي دابا نعطيكم المقادير ديالها. دابا غادي نخليكم مع المقادير. عندي هنايا واحد جوج بصلات درتهم وغندير عليهم واحد شويه ديال البصله. واحد شويه ديال الخرقوم. شويه ديال الابزار ضروري شويه تجي حاره. واحد شويه ديال العطريه ديال الكباب. غادي نسموها بواحد شويه ديال بودرة ديال الثوم. غندير لها واحد ربع كاس ديال الزيت البلدية. وغادي نخليها تشحر مزيان. واحد معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر فوال ما قلتهاش. وغادي ندير واحد التقطيعه مزيان ديال المعدنوس واحد شويه. ملي تشحرات هاد البصله وضفنا لها العطريه غادي ندير لها غادي نضيف لها واحد شويه ديال اللحم. الحيمات مقطعين غير صغيورين طريفات صغار على هذا الشكل. هكا طريفات صغار قطعتهم. راني ما بغيتش يعني باش ما نطولش عليكم الفيديو قطعتهم شويه بكري. دابا ملي تشحرات ليا البصله كنضيف داك اللحم داك التقطيعات. غادي نزيد غير شويه ديال الملحه. دابا غادي نخلي اللحم يطيب هاد التقطيعات واحد شويه حتى هما يتشحروا مع البصله ويطيبوا. كيجي بحال شكل الكباب المغدور. غادي ندير لهم غير واحد نص كاس غادي نضيفو عليها ديال الماء. غير واحد شويه لان اللحم غادي نشحرو مع راه مقطع صغير دغيا غادي يطيب. ودابا غادي نمشي باش غادي نضيف العجين. غادي نغطيو الطنجره ونخليوه يطيب. دابا غادي نعجنوا العجين ديال باش غادي نعمر تعميره الكباب فيه. كنعجنوا العجين عادي ديال الخبز. درت هنا واحد 3 أونص ديال فورس الدقيق الابيض وهنايا الدقيق الفينو واحد 3 أونص. دابا غادي نضيف لها شويه الملح مع قنيت. والخميره غادي نديرها في واحد الكاس ولا شي اناء باش تصدق لي واحد شويه خميره الخبز. غادي نضيف عليها شويه الماء
هكا وحتى تطلق. دابا غادي نخلط كل شيء مع بعض. عادي خبز عادي، يعني ماشي شي حاجة اللي واعرة كما كنعجنو في ديورنا الخبز عادي. ها غادي نوريكم الطريقة، غادي نشاركها معاكم كيفاش. بسم الله. الكاميرا هي تفاعلات، غادي نخويها على داك الدقيق. معلقة كبيرة والماء يكون دافي اللي كنعجنو به. والخبز كما العادة كتعرفوه بأن خصو يتسلك مزيان، يتعرك ما ديروهش يعني يكون قاصح أو جاري، يكون ما بين وبين، ما تجيش الخبز قاصحة وما تجيش جارية. غادي نزيد نرشو واحد شوية حيت الكسعة عندي خفيفة. غادي نحاول ندير العجين على سطح العمل ونعركو فيها، يعني ندلكو فيها انا اصلا راني ماسحه وغاسله هذا سطح العمل. دابا غادي ندلكو هنا ضروري خصو الدليك. كيجي رائع بزاف هاد التعميره ديالو، هاد الحشوه اللي غادي نعمرو بيها. دابا راه قريب يطيب ان شاء الله هذا الكباب. هذه هي الحشوه اللي غنديروها في ديك الخبيزات، كتجي لذيذه بزاف. كنحاول باش تنشف الطنجره من المرق. ومني حركتها على الاقل واحد 5 دقائق كدلكها مزيان باش ما كتجيكش العجينه مدقصه. دابا غادي نخليها ترتاح واحد شويه، هاك كتجي على هذا القوام. هاك ملي كترتاح لنا شويه العجين، دابا كنحاولوا نقطعوها نكوروها تكاورات صغار على هذا الشكل هكا. يعني هان ما كتلصق لي الشف سطح العمل. نتوما وكيفاش باغيينهم، واش صغيرين ولا كبار. غادي نزيد واحد شويه نصغر هكا.
كديرهم تقريبا قد قد، لان غادي نديرو وحده فوق وحده هكا، غادي تلقاو راسهم مزيان على ما كتوجد لنا داك الحشوه، لان راهم عرفتي دغيا تيوجدوا بسرعه. كنديرو واحد شويه ديال الدقيق في الكسعه وكنحطهم هنايا كيرتاحوا شويه، كنحاولوا نبعدوهم باش ماشي نقربوهم باش ما يلصقوش بهذا الشكل هكا. حاولت نديرهم شويه صغار حيت انا بغيتهم شويه يكونوا صغار، واللي بغى يديرهم كبار فكاين اللي كيديرهم كبار. وغادي نغطيهم باش ترجع فيهم شويه، غادي نغطيهم واحد شويه باش يرتاحوا على ما توجد لك الحشوه. هي قربات باش نوجدوهم. دابا كنشدو العجين اللي عجننا، نرشو شويه سطح العمل بالدقيق فينو، كنحطو داك الكريسات ديال الخبز ديالنا هنايا بهذا الشكل، نبداو نقرصوهم شويه، نرققو العجينه ما غاديش نخليهم يعني غلاض، لان كنديرو وحده فوق وحده. بهذا الشكل هكا، انا قلت لكم اللي بغى يديرهم كبار يديرهم كبار، اللي بغى يديرهم صغار يديرهم صغار. وكنكونوا موجدين واحد التفصيل هكا دايرين عليه شويه ديال الدقيق فينو، وغادي نهزو دابا العجين ديالنا هكا وكنحطوه في الصينيه هكا في التفصيل على هذا الشكل. غادي نولي نوجدو وحده اخرى، لان العجين شويه خفيف ماشي غادي نقول لكم العجينه، لان ملي كترخي راسها راه كتولي العجينه شويه خفيفه. هكا ندير لها واحد شويه ديال الدقيق في الوجه ديالها، باش كنوجدها وكنوريكم هاد الاولى كيفاش غادي نحضرها. هذه هي الحشوه، هي وجدات وبردات. دابا غادي نبقى نهز بشويه وندير على هذا الخبيزه اللي درت هنا على هذا العجين بهذه الطريقه هكا. كتجي رائعه بزاف ولذيذه. هذه انا قلت لكم يعني لما كان بنادم ما عنده ما يدير وما صاب ما يطيب، يعني اقل حاجه هكا كتجي هاد الوصفه رائعه جدا. كديروا لهاد الكباب هكا كتشحروه مع البصله وشويه ديال العطريه، وتهزوا العجين الاخر هكذا بهاد القوام هكا، وكتغطيوها فوق منها هكا وكتحاولوا. انا غادي نحاول نقرب لكم الكاميرا، هكا وتضغطوا هنا في الجناب هكا على هذا الشكل هكا. كنزولي هذا المعدنوس ديال
باش ما كتخرجش الحشوه من هنا من الجنيبات وصافي من الجوانب. هكذا على هذا القوام كتمشي. دابا غادي نزيد حتى حداكم وحده اخرى. دابا غادي نحضر قدامكم وحده اخرى، كنقرصه وحده اخرى على هذا الشكل. ملي قلت لكم درتهم صغار وانتم حاولوا ديروهم الا بغيتوهم كبار باش كتفاداو هذا، يعني باش ما تشدلكمش الوقت. واللي عنده الوقت وبغاهم صغيورين كيديروهم صغيورين. تبدا تكرصهم شويه هنايا، خليت وجد وحده اخرى عاوتاني هكا. ثاني كتهزو داك الحشوه ديروها في داك العجين ولا اخر. ونهزو عاود داك العجينه الاخرى، داك الخبيزه الاخرى اللي قرصناها نديروها على هذا الشكل هكا، ونحاولوا نضغطو هكا الجوانب على هذا الشكل. او تقدروا ديروهم قريصات هكا هكا تقرصوهم الا شكيتو فيهم بان ما مشدودينش مزيان، تقرصوهم على هذا الشكل. هكا باش كتزيدوا تاكدوا بانهم راهم مشدودين باش ما كتخرجش الحشوه. صافي هكا كتكون واجده لنا المخبيزات ديالنا. نفس الشكل باش ما ناخذش معاكم الوقت بزاف، يعني باش ندير شويه بسرعه لانني درت شويه بزايد، انني درت شويه بزايد داكشي علاش. وكنهز ديك العجين الاخر اللي قرصت وجدته كنديرو على هذه الطريقه عاوتاني نفس الطريقه هكا. نضغطو عليه مزيان الجوانب من هنايا وديروا لهم داك نفس الطريقة عاوتاني في هادي، يعني كتجيني هي هادي ونهز العجينة الأخرى ونديرها فوق منها. يعني الطريقة ساهلة والبنة كتجي بنينة على هاد الشكل هكذا. وعاود نفس الشكل كنضغطو عليهم هكا. عاوتاني كنديرو لها نفس الطريقة، كنشدو لها هاد الجوانب هكا كنقرصوهم شوية هكا.
كنغطيو من الخليهم يخمروا واحد الشويه. هذا هو الشكل، وان شاء الله منين نطيبوهم طياب الخبز عادي في الفران. دابا غادي نغطيوهم حتى نتلاقاو ان شاء الله بحول الله. درتو في الفرن، يعني شعلت عليه من التحت كيما الطريح ديال كنطرحو الخبز عادي شويه، وبغاو يتحمر من الفوق من الجوج باش يطيب مزيان. شوفوا نتلاقاو ان شاء الله ملي غادي يطيب. كنتمنى تجربوه ان شاء الله بحول الله. هذا هو الشكل ديال الخبز المعمر الكباب. دابا غادي واحد شويه يبردوا، غير واحد شويه باش نقدر نهزهم ونقطعهم قدامكم نشارك معكم تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. هذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزات معمرين. كنتمنى ان شاء الله بحول الله تجربوهم. شوفوا كي كيجيو رائعين، طيبين من هنايا من الجناب من كل اتجاه ومن التحت كيجيو عامرين. دابا غادي نحطوهم هكا، غادي نقطعها قدامكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيف كتجي. كتجي رائعه. كتجي عامره من الداخل الحشوه وطايبه لهذا الشكل هكا. كنتمنى تجربوها، كتجي رائعه بزاف. وهذا الشيء الانسان ما تيقدرش يصبر عليه، لان خاصو يتشرب سخون مع واحد الكاس ديال اتاي. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، سهله وبسيطه بزاف. بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب وضغطوا على الجرس لكي يصلكم الجديد، ونقدموه طبق بالصحه والراحه.